وبمساحتنا الثانية ضمن صباحنا غير لليوم حنحكي عن مفهوم التطوع اللي هو من أهم الدواعم بالمجتمع التي ترتقي بالمجتمع إلى مستوى نشر الخير والوعي، والحملات التطوعية اللي عم نشوفها عم تزيد يوم عن يوم، وصرنا نشوف فرق تطوعية موجودة على الأرض. صحيحة، والفكرة بتكون أكثر فائدة للمجتمع لما بتكون نوعية وعم تطلع من شباب جامعيين، أكيد عم تكون يعني فكرة مختلفة عم يحاولوا يوصلوا أفكار جديدة بمقاعد الدراسة لكل الناس. أكيد اليوم رح نحكي عن فريق تطوعي مؤلف من 60 شاب وصبية جامعيين. هدول شباب والصبايا عم يسعوا جاهدين ضمن الإمكانيات المتاحة لنشر الوعي عن طريق حملات متعددة. لنحكي أكثر عن هذا الفريق ضيوفنا لليوم الدكتورة هالة شاهين، أستاذة في كلية الصيدلة ومسؤولة في الفريق التطوعي، والأستاذ عمر تدمري عضو في الفريق فريق جمعية أصدقاء دمشق التطوعي. سعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. يسعد صباحكم، صباح كل المشاهدين. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. بدايه خلينا نتعرف دكتوره من حضرتك على فكره الفريق، كيف تم انشاءه ومن اي متى؟ بالبدايه شكرا لكم لتسليط الضوء على فريقنا التطوعي. الحقيقه فكره انشاء الفريق جاءت من تقاطع ما بين وجهه نظر عندي بانه لازم نعمل فريق تطوعي يقدم خدمه للمجتمع ونشجع هالطلاب الجامعيين على يقدموا علمهم ويتعودوا أنه مو دائماً عمل الخير هو فقط بتقديم المال. عمل الخير هو قد يكون بأنك تقدمي علمك، تقدمي وقتك، تقدمي جهدك، هذا كلياته عمل خير ومفيد للمجتمع. وتقاطعت فكرتي هي مع الحقيقة نظرة مجلس الإدارة الجديد لجمعية أصدقاء دمشق برئاسة الأستاذ مازن حمور، أنا بوجه له تحية عبر الشاشة، اللي هو أحد الأشخاص اللي كتير داعمين لهي الفكرة، كتير عنده نظرة جديدة ليدخل على الجمعية مفهوم خدمة المجتمع، مفهوم دعم الشباب بكل القطاعات، تشجيعهم على أداء خدمات جيدة للمجتمع. فمن هون تقاطع الفكرتين هذول أدى لإنشاء هذا الفريق التطوعي. طيب عمر، خلينا ننتقل عندك، كونك اليوم بضمن الفريق التطوعي، نحكي عن فكرة التطوع، أول مرة بيكون للجمعية فريق تطوعي؟ أول مرة. خبرنا عمر اليوم شو أثرت وشو تأثرت ضمن الفريق؟ هلا بصراحة يعني أنا كشخص بحب كتير التطوع، يعني متطوع بفريق الار بي سيز وبجمعية التميز في كفالة اليتيم، والدكتورة يعني اجت عنا وخبرتنا انه في عنا فريق، فأنا يعني مش كشخصي بحب كتير هيك شغلات، فوالله يعني تشجعت وطلعنا، وكان يعني نطلع المدارس يعني انه هذا الشيء يعني رح يقوينا، وغير هيك يعني نعطي الطلاب شيء من معلوماتنا، يعني هن كثير معلومات. حضرتك شو اختصاصك؟ انا بدرس صيدله بجامعه دمشق، سنه رابعه صيدله. سنه رابعه سنة. اذا نحكي عن الفريق بشكل عام، هو مو بس طلاب صيدله صحيح؟ لا، نحن عندنا الفريق الحقيقه طلاب جامعيين بس اغلبهم من الكليات الطبيه، والمعظم من الصيادله، من كليه الصيدله. كوني انا استاذه بكليه صيدله فكان اسهل اني اوصل الفكره تماما لطلابي، فاغلبيتهم من كليه صيدله، لكن معنا طلاب متطوعين من كليه الطب، من طب الاسنان، وفي معنا حتى من الجغرافيا. تمام. اليوم الطالب الدكتوره دكتورته الكليه. تماما. السنه الماضيه كان عندي، هلا صار سنه رابعه الله يرضى عليه. ان شاء الله يوفقكم كلياتهم هيك صيادله ناجحين بالمجتمع باذن الله. يعني عم نحكي عن فريق تطوعي ما كفى السنة من العمر، ولكن أقام حملتين بالمدارس، حملتين توعويتين، خلينا نحكي عنهم أكثر مفصلاً. نحن نعرف الفئات المستهدفة هي كانت المدارس، العناوين الأساسية، وكيف لقيتوا التجربة والتفاعل؟ تماماً. نحن مثل ما تفضلتي حملتين ساويناهن، الحملة الأولى كانت بشباط الماضي، شباط 2022، دخلنا على مدارس حلقة أولى وحلقة ثانية، وكان عنوان الحملة التوعية عن مخاطر الاستعمال العشوائي للأدوية وضرورة وجود صيدلية بالمنزل، وشو لازم تحتوي صيدلية المنزل، شو الشروط يلي لازم تتوفر فيها. الحملة الأولى دخلنا فيها على 27 مدرسة، 327 شعبة صفية تم الدخول إلها وإيصال المعلومات، رقم كتير مهم الحقيقة أنا بفتخر فيه، تم إيصال المعلومات ل 13600 طالب وطالبة بمدارس متفرقة ضمن دمشق وريف دمشق. الحملة الثانية الحقيقة من أسبوعين نحن أنهيناها، كانت للتوعية عن مخاطر الاستعمال غير المنضبط للإنترنت، وشو بيسبب هذا الاستعمال غير المنضبط من أضرار جسدية ونفسية على الصحة،
كمان نبهنا الطلاب لمخاطر الألعاب المؤذية اللي موجودة على الإنترنت، خاصة بعد قصة الطفل يلي توفي ببريطانيا بعد تحدي على التيك توك. كمان تم تعريف الطلاب بمواقع مفيدة بيقدروا يحصلوا منها على معلومات علمية، معلومات لتنمية الهوايات. طبعا الحملة هي الثانية توجهنا إلى مدارس الحلقة الثانية والثانوي، لأنه استعمال الإنترنت ربما بالحلقة الأولى ما كتير الطلاب عندهم استعمال على الانترنت، الأكثر هو الحلقة الثانية والثانوي. طبعا حصيلة الحملة الثانية كانت الدخول ل 18 مدرسة، 290 شعبة صفية، وتم إيصال المعلومات ل 12700 طالب وطالبة. برجع بقول حلقة ثانية وثانوي. اليوم عم نحكي عن عناوين مهمة للحملات. عمر، اليوم أنتم كفريق تطوعي عم تكون في تشاركية بينكم وبين الإدارة ضمن الجمعية لاختيار عناوين الحملات؟ اكيد، يعني احنا اول شيء حسب حاله المجتمع، ثاني شيء الدكتوره يعني عم تشوف انه هذا الموضوع مهم نحكي فيه، وبالتشارك يعني في مناقشه بين الجمعيه ومديريه صحه دمشق، وهن يعني مديريه الصحه المدرسيه وعم يلاقوا الموضوع المناسب ونبلش يعني نحط المبادئ الاساسيه والافكار ونشتغل عليهم وبعدين نقول بسم الله ونبدا. الحقيقه الصحه المدرسيه بوزاره التربيه هي شريك اساسي معنا، عم يتم التنسيق بالموضوعات. بدي وجه تحيه ايضا يعني عبر الشاشه لدكتوره فتون طواشي مديره الصحه المدرسيه بوزاره التربيه، اللي هي حقيقه داعمه ومتعاونه لاقصى حد. واكيد تحيه لدكتور داريم طباع وزير التربيه، كمان مرحب جدا بالفكره، كثير شجعنا وكان معنا لابعد حد. يعني نحن بنشجعكم اكيد. خليلي اياك يا رب. اليوم دكتوره قدامهم التشاركيه بين الاجيال، اليوم نحن عندنا جيل شباب بيحمل افكار جديده ضمن عصر جديد، سرعه تطور تكنولوجيا، وبين اطباء ويعني الاداره كلها اطباء يمكن بالكادر. لا الجمعيه الحقيقه فيها كثير، انا مسؤوله الفريق لكن طبعا. كجمعيه فيها اليوم الجيلين، يعني نحن اليوم عم نستخلص فكره شبابيه مع فكره حدا عنده تجربة حياتية. هذا الدمج أساسي، لأنه بالنهاية المجتمع هو مزيج من الطرفين. صحيح. ونحن واجبنا اللي صرنا بعمر شوي منيح، المفروض أنه نسلم الأمانة للشباب هدول يلي طالعين هالدماء الجديدة، لأنه هن مستقبل سوريا، هن مستقبل البلد، هن المجتمع بأمانتهم. فنحن المفروض علينا ننمي عندهم هيدا الموضوع، نشجعهم لأنه يقدموا لبلدهم مثل ما هي قدمت لهم، هن لازم يتعودوا ويقدموا له. دائما نحن بنقول قديش مهمه ثقافه التطوع، وبفتره الشباب والجامعه هي بتكون باوج عطائها. خلينا ننتقل لعمر ونحكي اكثر عن الوسائل يلي اتبعتوها الاضاحيه، فينا نقول ضمن الحملات، المعلومات اللي ركزتوا تنشروها. نعرف في فئات عمريه عم تكون مختلفه، الحلقه الاولى والثانيه والثالثه. خلينا نركز اكثر على الاجواء يلي كانت، وخصوصا انه شوي كان في صور عم تمرق يعني من جولاتكم ضمن المدارس. تماما. هلا احنا بالحمله الاولى كان موجهه بشكل اساسي للحلقه الاولى، فهون يعني الاسلوب رح يختلف عن الثانوي. كان عندنا يعني نوع من المزح، من السؤال والجواب، مسرحيه صغيره، يعني اي شيء مشان يقرب المعلومات ويتقبلوها. يعني انا بتذكر كان في عنا بمدرسه المعونه الخاصه، كان في عضوين من الفريق حكوا المعلومات بطريقه ممتازه، فاتت الدكتوره وسالت ما شاء الله كل الصف جاوبوا، كل الصف وصلت المعلومات وحابب الفكره كلها. هاي النقطه يعني الاعمار الصغيره وقت بتوصلي لهم المعلومه بطريقه لعبه ومزحه ومسابقه، ويلا مين بده يسبق ويجاوب كذا، بتعلق بذهنه بيتفاعلوا. هذا النوع من التفاعل بيخلي المعلومه ترسخ بدماغهم اكثر. فنحن اعتمدنا الاسلوب التفاعلي، لكن اكيد تفاعلي بالاعمار الصغيره يختلف عن التفاعلي مع الثانوي. الثانوي صاروا قراب لعمرهم، فالمفروض يتعاملوا معهم كصداقه، كصديق. انا عم بشرح لك الفكره كصديق. اختلف الاسلوب، لكن بالنهايه حرد هذا الموضوع اسئله عندهم، يعني غير اللي انتم كنتم محضرينه بالمحاضرة. اكيد. هلا انا بصراحه وقت فتت على الثانوي مثل ما قالت الدكتوره انه نحن كاخواتهم، فصاروا يسالوا، يعني اعطيتهم بصراحه، نصحناهم واعطيناهم تجاربنا، يعني هن كثير تقبلوا الموضوع، صاروا في اسئله كثير. صار في كثير اسئله يعني يسالونا وهذا الشيء كثير ايجابي. يعني كنا عم نحكي عن نقطه، وقت لاي شيء بنعمل، اي عمل بنعمله بنلاقي نتيجه حلوه، بنلمس انه في استجابه بنكمل فيه. كنت انا بدي اسالكم عن الاستجابه ضمن الحملات، فانتم جاوبتوا. اليوم عم نحكي عن فريق 60 شاب وصبي، في اليه عمل الفريق عم بيكون دائما مع بعض ضمن كل الحملات، او ممكن انه يكون في تقسيم ليكون كل حدا باتجاه معين؟ الحقيقة كونه نحن اشتغلنا ضمن دمشق وريف دمشق،
تمام، وتم اختيار مدارس بمناطق مختلفة بمدينة دمشق. فنحن قسمنا الفريق حسب مناطق وحسب قربه لمكان سكنهم. بمعنى أنا عندي ضمن الفريق مثلا لنفرض 10 طلاب سكنهم بالمزة بمناطق مختلفة بالمزة، فنحن المدارس يلي رشحتها مديرية الصحة المدرسية ضمن منطقة المزة، احنا قلنا لهم هالعشر طلاب انتم فريق المزة بتتولوا المدارس تبع منطقة المزة. نفس الشيء عمر مثلا بالميدان، مناطق كل حدا ساكن بمنطقة الميدان من الفريق تولوا هن مدارس منطقة الميدان، وهكذا تم تقسيم الفريق برجع بقول لك حسب مناطق سكنهم وحسب المدارس يلي اعطونا اياهم الصحة المدرسية. بهي الطريقة انا غطيت كل المناطق يلي نحن اعطونا اياها، زائد انا وفرت على الطلاب موضوع المواصلات. يعني انا كمان بتعرفي انت ازمه المواصلات، انا ما بدي كمان الطالب المتطوع يضيع وقته بس على الطريق هو رايح جاي ليوصل للمكان، فانا لا بختار لك مكان قريب على مكان سكنك وبتقدر انت تؤدي مهمتك فيه بدون ما تتعذب. فهيك كانت اليه العمل الحقيقه، والحقيقه الحمد لله يعني كثير كانت مريحه، قدرنا نغطي كميه كثير منيحه ضمن دمشق، ريف دمشق غطينا جرمانا، غطينا اليوم صحنايا، نحن بدمشق وريف دمشق فقط. كيف؟ اليوم نحن فقط بدمشق وريفه؟ دمشق وريف دمشق حاليا. ان شاء الله نطمح لانه نطلع للمحافظات الثانيه ان شاء الله، بس هلا حاليا دمشق وريف دمشق حسب الامكانات المتوفره. خلينا نحكي اكثر كمان عن تخصصات الفريق، كيف بيتم فرزهم؟ يعني نعرف حتى لو مثلا طالب صيدله او طب يمكن له توجهات اعلاميه، اذا بدنا نقول في منهم ممكن يكونوا منشطين او عفوا ميسرين لنشاط معين، كيف بيتم فرزهم ضمن الفريق؟ وعم تستقطبوا كمان اعداد جديده، يعني بعد ما شفنا هي الفكره ويمكن الشباب والصبايا شافوا يمكن التفاعل اللي عم بيصير ضمن الفريق، قديش كمان عم تشوفوا في حماس عند طلاب تانين حابين يكونوا معكم؟ هلا الاكيد نحن الباب مفتوح لكل حدا يرغب بالتطوع معنا من الطلاب الجامعيين، شرط الالتزام. يعني انا هي كثير باكد عليها انه انا ما بدي حدا يجي يقول لي انا بدي اكون معكم وبعدين بتحق الحقيقه ما بيكون ملتزم. قديش الالتزام؟ نعرف في هيك دراسه الالتزام بمعنى انا بكوني انا ضمن الجامعه فانا بعرف ايمت عندهم دراسه وايمت عندهم امتحان، اكيد ما رح اجي انا وقت الفحص اعمل لهم حمله حتما، بس انا بدي وقت انا بطلبكم تكونوا موجودين. تمام. يعني انا هيدي قصه الالتزام كثير مهمه بالنسبه لي. هلا عم تقولي انه اعلامي وميسرين، الحقيقه ما قسمناهم بهي الطريقه، الكل يعمل لخدمه الكل، يعني نحن تيم وورك اللي بسموه تيم وورك، كل حدا عم بيشتغل لينشط هالفريق، ليعمل له دعاية، ليعمل له تسويق خلينا نقول، ليفرجي شغلنا الحلو وإنجازاتنا. أنا برجع بقول لك الأرقام يلي ذكرتهم قبل شوي أنا كتير فخورة فيهم، طبعاً إنه فريق عمره لسه ما صار سنة لطلاب جامعيين، هن طلاب سنة تانية وثالثة جامعة، إنجاز كتير مهم. لما بتشوفي التفاعل من الطلاب ضمن المدرسة، يعني رحنا الحملة الثانية في مدارس تكررت معنا، فأول ما فتنا استقبال الطلاب انت جيتوا رجعتوا لعنا أهلا وسهلا، التفاعل هذا اللي لقيناه من طلاب المدرسة الحقيقة يعني أنا فخورة كتير، بحفزكم للمزيد من الحملات. أكيد 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 إن شاء الله. هاي النقطة معناتها بالزيارة الأولى أنت قدرتوا ترسخوا شيء قبل ما تطلعوا تماما. يعني لهيك انه هنن بزياره ثانيه كانوا بهذا السبب بزياره ثانيه رجعوا قالوا لنا انتم من كليه الصيدله وحكينا هذيك مره كذا وكذا وكذا، لهلا بقيانه ببالهم. تخيلي من شباط هلا فتنا بايلول بقيان ببالهم، اذا نحن قدرنا نعمل شيء. هلا اليوم وقت نقول تطوع قلتي احد خلينا نقول الشروط او انه يكون في تفرغ بالعمل، ولكن اي حدا اليوم هو قادر يكون متطوع او لازم يكون في شروط يعني انه بنوصف فيها انه اليوم حابب هذا العمل الميداني غير موضوع الالتزام؟ اليوم انتم كجمعيه شو هي مقياس التطوع عندكم؟ شوفي مثل اي عمل بالدنيا اذا ما بتحبيه ما رح تقدري تعملي. صحيح. فحتى التطوع اذا ما في رغبه داخليه انه انا بدي اعمل تطوع وانا بدي اقدم خدمه للمجتمع، خاصه انه التطوع هو عمل غير ماجور، يعني في ناس بتنظر له انه انا عم ضوع وقتي وما عم باخذ شيء مقابله، إذا بده يكون في عندك رغبة داخلية كتير شديدة لتقدري تقدمي هذا العمل وتقدميه بمحبة وبدون ما تتعبي وبدون ما تتململي. فالمقياس الأساسي هو رغبة الشخص أنه هو فعلا عنده حب لهذا الموضوع، فعلا هو من قلبه جاي يقول أنا بدي أتطوع معكم. وأكيد ضمن الحملات عم يبين معنا مين اللي فعلا قد كلمته، اللي فعلا هو بمحبة عم بيشتغل. عم تفصلي دكتورة اليوم أعضاء؟ عم تغيري أسماء ضمن الجمعية؟ ضمن الفريق هلا يعني في بعض الاسماء اللي انحذفت، في بعض الاسماء هن انسحبوا وعرفوا حالهم انه هن مو قد الموضوع. برجع بقول لك مثل اي عمل ثاني بدهم حبه. ولو سريعا هيك خلينا نحكي عن الحملات اللي عم تحضروا لها،
حاليا قادمه وعناوينها. تماما، حاليا في عنا خلال اسبوعين في عنا حمله بالتشارك مع الامانه السوريه للتنميه، بوجه لهم تحيه، اللي هن طلبوا مننا نكون شركاء معهم بمبادره هن عاملينها ضمن الجامعات، كليات جامعه دمشق، للتوعيه عن مرض الكوليرا، كونه هلا في انتشار للكوليرا. صحيح. فلا بد من توعيه الطلاب عن هذا الموضوع. خلال اسبوعين ان شاء الله هلا تتم التحضيرات واخذ الموافقات، وان شاء الله اسبوعين بنكون عم نعمل الحمله. بالختام اكيد نتمنى لكم كل التوفيق، وبدنا نتمنى المزيد من الازدهار لنشاطات الفريق. بدنا نشكركم لوجودكم معنا، الدكتوره هاله شاهين وحضرتك استاذه في كليه الصيدله، وايضا الاستاذه عمر تدموري وحضرتك عضو بفريق جمعيه اصدقاء دمشق. شكرا لوجودكم اليوم ولصباحكم اللي بيحمل الخير. تحياتنا للفريق فردا فردا بدون ذكر اسامي، واليوم هيك بنتمنى خلال تواجدكم معنا كمان يزيد الدعم لكم ولكل الجمعيات اللي بتحمل رساله خيريه اليوم بهذا الوقت اللي نحن كثير بحاجته. شكرا، استضافتكم هي نوع من الدعم كثير كبير، نحن بنعتز فيه. بالشمعه الاولى اللي حتطفوها للجمعيه. خلص بعدك بالجاتو بنجيبه لهون على حليب ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكم.